تواصل مصر تقديم خدماتها للأشقاء الفلسطينيين عبر مؤسساتها، ومن بينها مركز خدمات المواطنين في العريش، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الدولة في تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأشقاء الفلسطينيين. هذا وأشاد عدد من مرافق الجرحى والمصابين الفلسطينيين بمدينة العريش بالخدمات التي تقدم لهم من خلال مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام. جينا هنا على مصر على مستشفى العريش العام في 19/2، وبصراحة من يوم ما اجينا لحتى الآن شفنا خدمة المواطنين ما قصرتش معانا، حسستنا انه بيت اهل، كانت في المناسبات او من غير المناسبات تدعم الاطفال، تعملهم اجواء، احنا ككبار كمان كانت توفر لنا احتياجاتنا. بشكر خدمة المواطنين، كانت موفرت لنا من مأكل، من مشرب، من ملبس، من كل شيء. بشكرهم عامة، كل الطاقم طبعا، وبشكر التمريض، وبشكر الدكاترة، وبشكر كل طاقم التمريض إنه كمل على أكمل وجه معنا للآخر الحمد لله. وبشكر الزملاء كلهم اللي هنا، الطاقم اللي بيجوا في السفير، للسفير تبعنا نائب السفير، بشكرهم كلهم. طبعا المصريين بشكل عام محدش قصر فينا، قدموا كل الخدمات المطلوبة لبنتي ولإلي وللجميع، ومكتب خدمة المواطنين ما قصرش فينا، والدكاترة والتمريض وكل كان يعني اتعامل معانا كأنه أهل بزيادة. خدمة المواطنين بيستقبل الجرحى والمرضى أول دخولهم للمعبر، بيقدموا لهم اللي هو وجبات ساخنة، حرمات، بطاطين، مستلزمات ترفيه للأطفال، حتى العلاج لو ما كانش متوفر كمان في المستشفى بتوجهوا لمكتب خدمة المواطنين بوفر لهم العلاج ووفر لهم سبل الراحة. حسيت حالي وما زلت أني أنا بين أهلي وناسي، حسيتش بغربة أبدا. بشكر الشعب المصري على استقباله وحفاوة الاستقبال، يعني بتمنى أني أنا أتمم علاجي.